السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الصف الخامس الابتدائي. واستمرارا في برنامج البنت 3D، سنقوم بفتح البرنامج. سنتعلم اليوم كيفية كتابة نص داخل شكل ثلاثي الأبعاد وتدوير شكل ثلاثي الأبعاد. احنا هنروح ناخد التمرين اللي هو رقم 59 اللي هو بتاع ازاي نعمل كرة ثلاثية الابعاد، تمام؟ زي ما انت شايف كده قطعتين، وهنتم التدوير وضمهم مع بعض جروبينج، وبحيث ان احنا نعملهم الشكل يكون ثلاثي الابعاد. هنروح للبرنامج بنت 3D. اول حاجة احنا هنروح ل 3D شيبس، وبعدين في الشيب هناخد شيب، هناخد الكرة هيمسفير وبعدين هنحطها هنا. طيب وبعدين بعد كده هنحاول ان احنا ننسخ ونعمل كوبي، وبعدين ناخدها كده اهو، تمام. هنا هنغير اللون، هنروح لإيديت كولر، إيديت كولر هنغير ولكن اللون ده، وبعدين هنحاول ان احنا ندور الشكل ده اهو، والشكل ده هندوره، وبعدين ناخد هنا الشكلين نضمهم على بعض كده، وهضغط زي ما اتعلمنا في الحصه السابقه ازاي نجمع شكلين، ده يبقى نشط. بعدين اضغط على مفتاح كنترول، بتستمر الضغط هنا على الشكل الثاني، تظهر جروبينج تجميع، اضغط على التجميع هكذا كده، اصبح الشكل واحد زي ما انت شايف كده. نستطيع لو انا ضغطت ان جروبينج يبقى انا ممكن اشيل الشكل. بص على الشكل اهو، لا معلش شكل اهو، بص ممكن يتشال معاك خلاص. هنرجع تاني، هنعمل نفس القصة، هضغط كنترول وهضغط على الشكل التاني يظهر جروبينج، اضغط جروبينج اصبح معايا شكل، اصبح الشكل هنا كامل اهو بيتحرك زي ما هو. طيب باقي ان احنا نتعلم ازاي نكتب النص. هروح لتكست هنا واضغط عليها، هيبقى عندك نوعين، نوع 2D. بص لو وقفت شويه كده على الحاجه بيطلع لك النوعيه الفاكشنز بتاعتها 2D، وهنا 3D. لو ضغطت على 3D واخترت مثلا نوع الخط من هنا، تمام، ايا كان نوع الخط اللي هتختاره والحجم بتاعه مثلا 72، اللون بتاعه وليكن مثلا احمر بولد ايتاليك مايل يعني اندر لاين، او هنا المحاذاه وليكن في المنتصف او ناحيه اليمين على اساس ان احنا ناحيه اليسار، ونبدأ نكتب. أول ما تضغط هنا بينزل جوه، هكتب كلمة الإنجليزي، اللغة الإنجليزية هحول إلى عربي أهو، وأكتب أهو، أضغط هنا ضغطة الكرة خلاص، وأحاول إن أنا أظبط كده. يبقى إحنا كده كتبنا في النص، وخدنا إزاي نشتغل على كل التولز اللي جوه هنا في النص في التكست، وفي نفس الوقت خدنا شكلين اللي هو التمرين 59 رقم 6، حليناه وعملنا قطعتين كوره وضمناهم مع بعض وعملنا روتيت لفناهم وعملنا شكل ثلاثي الابعاد، تمام كده. ده بالنسبه للتمرين اللي هو كتابه النص وتدوير شكل ثلاثي الابعاد. هننزل ونروح للكتاب صاد، يعني ايه، هنروح الى بداية الدرس الثالث وهو مقدمة في اضافة الصور. طبعا انت عندك الصور كثيرة جدا اللي انت ممكن تستخدمها في برنامج زي البنت 3D، ولكن هنا المشكلة انه خلاصة الكلام يعني انه في صور انت ممكن يبقى فيه بايد وفي صور تكون فري، وبالتالي بنتكلم هنا على حاجة اسمها الملكية الايه الفكرية. الملكية الفكرية ان انت عندك فكرة، ابتكرت شيء، قمت بعمل انت خاص بيك انت، طبعا زي الاختراعات والمصنفات الادبيه، شعر وموسيقى وكتاب مقاله عروض تلفزيونيه افلام، كل رموز اسماء صور تصاميم تجاريه، كل دي ملكيه فكريه. حقوق النشر لازم، مش كل واحد مثلا هيروح ياخد مثلا شخص اخر مثلا كتب قصيده ولا مقاله ولا قصه ولا ابتكر شيء، التاني ياخد ملكيه حقوقه هو اللي عاملها. وبالتالي هنا عشان ننظم المساله لابد ان احنا ناخده ايه، نتعرف على حقوق النشر. حقوق النشر هي حقوق تمنح لأصحاب الملكية الفكرية عشان تحمي ابتكاراتهم من السرقة أو أن أنت تستخدمها غير قانوني من قبل الآخرين، وتضمن لهم حقوقهم في إعادة الإنتاج والنشر والتوزيع والبيع. زي الكتاب اللي موجود مع حضرتك ده لشركة
وتبع الوزارة والشركة لها حقوق طبيعية والملك الملكية، انه محدش يعمل نسخ ولا تصوير ولا اي جزء من الاجزاء ديت لاي حاجة. تمام. يمنح المخترعون والمبتكرون عادة وثيقة رسمية تثبت حقوقه في مسمى ببراءة الاختراع. القرصنة بقى هي ايه بقى بعد كل ده؟ ان هي ان انت تنتهك حقوق النشر بان انت تستخدم غير قانوني المواد ذات الملكية الفكرية. يعني مثلا انت تروح مثلا تكتب او تقتص او تاخد مثلا تقص حاجة من الكتاب مثلا وتحطها مثلا على انها بتاعتك مثلا دون ان انت تاخد اذن من الكاتب، ويحصل مشاكل وقضايا. تمام. وبذلك بايه؟ ولذلك اقول ان القرصنة هي انتهاك حقوق النشر والاستخدام غير القانوني للمواد ذات الملكية الفكرية اللي احنا قلنا عليها فوق، شعر، موسيقى، كتاب، مقالات، عروض تلفزيونية، افلام، وذلك مثلا بنسخها وتوزيعها دون تصريح من صاحبها. هي دي القرصنة اللي بنقول عليها. طيب القرصنة عبر الانترنت ان الناس بتقوم بنسخ مواقع معينة دون ترخيص من المؤلف، وبالتالي ده بيتيح ولكن الناس تقرأ الحاجة توصلها بسرعة، لكن هذا عمل غير سليم. نسخ وحفظ المواضيع الحوسبة الشخصية خطأ أيضا، وبالتالي فلابد طالما في اللي هو الانترنت بيرسي اللي هي الايه القرصنة عبر الانترنت. تمام. اللي هي بيرسي اللي هي ان احنا لابد ناخد بالنا من موضوع الحقوق. السرقة الادبية ان انت تنسخ عمل لشخص تاني وتدعي انه عملك، وبالتالي فانت ما تنسخش شيء من على الانترنت لا تكون فيه حقوق ملكية وتنسبه لنفسك حتى لو كان المحتوى مجاني. المحتوى المجاني معلومات، اعمال فنيه، اعمال ادبيه، ما عليهاش قيود، بيبقى نقول عليه اوبن سورس كده، ما فيش قيود، يعني لا بتدفع ولا بتخش تاخد الحاجه، وبيبقوا الناس سامحين لك لهذا الامر. يمكن الاشخاص كمان ان هم غيروا المحتوى وشاركوا مع الاخرين، يعني مثلا زي الويكيبيديا. الويكيبيديا ما فيش اي حاجه، تخش مثلا تكتب اللي انت عايز تقوله، مثلا تزود، تحط فقرات من عندك، وكله بيشارك في الحاجه، وبتلاقي الماده بقت كبيره مش خاصه بالايه، يعني فاهم ازاي، مش خاصه بحد معين. دي المحتوى المجاني. البرامج المجانيه هي برامج حاسوب يمكن استخدامها ونسخها واعاده توزيعها بدون اي قيد، بدون اي قيد. تمام. وبالتالي هنا النصيحه الاخرانيه قبل ما ننهي، ان منشئ المحتوى الكونتنت هو الاونر بتاعه، هو المالك العام، وده بيمنحه رايتس، حقوق لازم احنا نعترف بيها ونعمل بروتكت لها عن طريق الوثيقة اللي احنا بنتكلم عليها ديت. يعني خلاصة الدرس اليوم، وبكده نكون خدنا ازاي نكتب نص في البنت 3، وازاي نكتب نص 3D، ازاي ندور الاشكال 3D، واتكلمنا على الحقوق الملكية والقرصنة عبر الانترنت، وايه هو المحتوى المجاني، وايه هو البرامج المجانية. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.